شكرا ضحى. مشاهدينا أسعد الله صباحكم بكل خير، نلتقي بكم من داخل الإدارة العامة للمرور للتعرف على آخر تطورات الحالة المرورية. معنا العقيد أيمن الضبع. العقيد أيمن الضبع صباح الخير. أهلا بك، صباح النور السادة المشاهدين، أهلا بك. واسمعيلي في البداية نهني إخواتنا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، كل سنة وانتم طيبين وبخير، دائما مواطنين مصريين، نتحمل جميعا عبء الوطن ونشارك جميعا في إقامة الوطن. عقيد أيمن الضبع، يعني نتعرف على أبرز ملامح الحالة المرورية اليوم بالإشارة إلى استقبال فكرة الأعياد يعني والاستعداد ليها. والله طبعا أحجام الحركة زي ما الكاميرا بتقول والشاشات بتقول أحجام حركة منخفضة تماما يعني، لكن أنا عايز أروح على الطريق الزراعي مناطق كفر أبو جمعة، دي تبع مركز أليوب، على خلفية يعني ادعاء اختطاف احد بنات او فتيات القريه. للاسف طلع اهالي القريه بالامس حوالي الساعه 12 ونص مساء وقاموا بقطع الطريق الزراعي كاملا. رجال الامن ورجال المرور توجهوا وتم احاطتهم علما بما يحدث من اجراءات وتشكيل فريق بحث جنائي على اعلى مستوى لفحص هذا الموضوع، وتم فتح حوالي الساعه 1 ونص صباحا. للاسف فوجئنا اليوم صباحا من حوالي اكثر من نص ساعه بقيامهم مره اخرى بغلق الطريق واشعال اطارات السيارات ووضع بعض الحواجز الخرسانيه والاعتداء على بعض السيارات بالحجاره. تم غلق الطريق تماما بمعرفه المرور في الاتجاهين تحسبا لحدوث اي احتكاكات مع قائدي السيارات المره، ودلوقتي الطريق مغلق تماما، ورجال الامن ورجال المرور وقيادات المديريه موجودين دلوقتي في موقع البلاغ، وبيتم محاوله فتح الطريق اما بالتفاوض او سيتم اتخاذ طبعا الاجراءات اللازمه لفتحه، لان ده شريان كبير جدا الطريق الزراعي في ساعه ذروه صباحيه. تم توفير بديل عن الطريق المغلق ام ما زال العمل على ذلك؟ البديل اللي هيتم توفيره لو ما تمش الفتح او استمر شويه، وهيتم توفيره لان المنطقه دي بيحكمها يعني وجود شريط سكه الحديد على جانبها، فما فيش بديل قريب، فلو هيتم عمل بديل او لجانا العمل بديل هيبقى من بعيدا قليلا، ورجال المرور بيفحصوا هذا الاجراء كاجراء بديل واجراء احترازي لو ما تمش فتح الطريق الرئيسي. نعم، يعني كما نرى على اللوحات اغلب الشوارع يعني ما زالت ما فيهاش تكدس مروري ولا ازدحام، هل متوقع بما انه النهارده وبكره اعياد وبكره شم النسيم، هل متوقع انه يبقى في تغير في الحالة المرورية عن الشكل ده؟ طبعا باكر بيبقى ليه ظروف خاصة، باكر بيبقى أعياد الربيع بتزيد طبعا الحركة والاحتفال بهذه المناسبة في بعض المتنزهات، بعض الأماكن المطلة على النيل بيتم حصر هذه الأماكن أو هي محصورة بالفعل، وبيتم تعزيز خدمات أمنية ومرورية. وأنا تحسبا في هذا، احنا دائما في هذه الأوقات بيبقى عندنا بلاغات للأسف بتزيد، بلاغات مصادمات الأطفال أثناء لعب الكرة والجري وراء الكرة على الطريق، فأنا بقول لإخواتنا المواطنين من فضلك خلي بالك من أطفالك في مثل هذا اليوم عشان يعدي إن شاء الله على خير. نخلي بالنا الأولاد ما يلعبوش كرة على أجناب الطرق، ده في منتهى الخطورة، عبور المشاة، الأطفال لازم يبقوا تحت رعايتنا وتحت عيننا عشان يبقى نستكمل اليوم على خير إن شاء الله. يعني لو سألتك يعني تحديدا غدا في عيد شم النسيم يعني بتكثر الإصابة بالتسمم أو غيره نظرا لتناول بعض أنواع الأسماك، هل أنتوا بيتم التنسيق ما بينكم في المرور و يعني إدارة الإسعاف أو غيره لتسهيل وصول سيارات الإسعاف مثلا، أو يعني ما يبقاش في مشاكل أكتر بسبب الازدحام المروري؟ احنا في ربط على طول مباشر بيننا وبين هيئه الاسعاف، بين غرفه العمليات في الاسعاف وغرفه العمليات في الاداره العامه للمرور، ولو احتاجوا طبعا اي تنسيق في اي وقت احنا بنبقى جاهزين ليه قدر استطاعتنا طبعا. نعم ان شاء الله ما يكونش في اصابات بكره، لكن في تحسب الاسعاف بتنشر سياراتها في الاماكن التنزهات واماكن تجمع المواطنين، واحنا هكذا ايضا بننشر خدماتنا في هذه المناطق، وان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله. طيب عقيد ايمن، يعني سؤال اخير متعلق بحاله الجو الشبوره، هل متوقع النهارده او بكره يبقى في اي تغير في حاله الجو بتاثر على الحاله المروريه؟ والله اليوم الحمد لله ما كانش عندنا شبوره فتره الصباح، اعتقد بكره في احتماليه لوجود شبوره من النوع المتوسط والخفيف، فنخلي بالنا خاصه لو هنسافر بدري في بعض الاجراءات الخاصه بالشبوره اللي هي تخفيض السرعه، زياده مسافات الامان، الالتزام بالحاره المقرره، الالتزام بالمسار المروري، اضاءه كشافات السياره، لو في كشافات خاصه بالشبوره اللي هي الكشافات الصفراء اللون اللي هي قدره جزئيه على اختراق
الشبورة يتم استخدامها يمنع تماما الانتظار أو التوقف على نهر الطريق أو أجناب الطرق، ولو هنمشي على هيئة كول أو هنقتدي بسيارات اللي أمامنا ده ما يخليناش نتنازل عن مسافات الأمان. للأسف احنا بيحصل عندنا في الشبورة الحوادث المتسلسلة اللي نلاقي فيها 10 و15 و20 سيارة بسبب عدم ترك مسافات الأمان اللازمة. أنا بس عايز أروح على محور الإسماعيلية. محور الإسماعيلية يمكن السيد الرئيس كان افتتح المحور الجديد اللي هو محور الفريق سعد الدين الشاذلي، بيربط محور الإسماعيلية مع الطريق الدائري اللي أقامه الجيش وقواتنا المسلحة الباسلة، وبشكرها على طبعا مشاركتها في الخدمات المدنية اللي بيحتاجها المواطنين. لكن هو المحور القادم من مناطق العبور على محور الإسماعيلية هيجد أمامه إلزامي الصعود على محور سعد الدين الشاذلي اتجاه الدائري. طب لو هو طالع من العبور وعايز يستمر في اتجاه شارع جسر السويس في اتجاه مناطق الحرفيين والعاشر، ده هيلزم ان هو يستمر مع الصينيه، في صينيه في نهايه العبور اسمها صينيه امون او دوران امون، هيستمر اقصى اليمين في اتجاه محاذاه سوق بمحاذاه سوق العبور، ده كان طريق خدمه قديم دلوقتي هيئ وبقى موجود ثلاث حارات فيه، هيستمر فيه حتى منطقه ابو غالي ثم يسلك يسارا في اتجاه محور الاسماعيليه عشان ما يسلكش محور سعد الدين الشاذلي في اتجاه الطريق الدائري مباشره. ممكن كان معنا العقيد أسامة غريب من دقائق وأشار إلى هذه المعلومة، وبيتم التنسيق مع القوات المسلحة لوضع عدد إضافي من اللوحات الإرشادية. عندنا بالأمس في عدد من السيارات، بس أنا عايز أشير إلى سيارة جيب شيروكي تم ضبطها بمعرفة الرائد محمد نادر والأمين محمود قطب على طريق العالمين. سيارة جيب شيروكي كان عليها لوحات محلية غير مصروفة من المرور، بفحص السيارة من خلال رقم الشاسيه تبين أن الشاسيه مطموس، والراجل يعني تبين شاريها ب 1500 جنيه السياره. هي سياره جيب شيروكي سماوي اللي يشتبه انها تكون سيارته فيها هذه المواصفات، يتوجه يعني في اجراءات بيتم اتخاذها مع الادله الجنائيه والمعمل الجنائي لاستظهار الرقم. عندنا برضو في سياره شيفورلي اوبترا سودا دي كان عليها لوحات لا تخصها بكشف من خلال الشاسيه والموتور، رقمها سين فيه 8610، مبلغ بسرقتها وكانت باسم أماني عرفات علي الرومي، نبارك للسيدة أماني ونهنئها وتتوجه لاسم العامرية لاستلام سيارتها. طيب إذا كنا قد يعني مرينا على مسألة السيارات المسروقة واستعادتها، هل بيتم توفير المعلومات المتعلقة بالسيارات دي على موقع الإدارة العامة للمرور أو على حاجة أقدر أنه أدخل عليها بعد دلوقتي؟ يعني لو في حد ما شافش الفقرة دي يقدر يشوفها في وقت تاني؟ هي اهم من الفقره دي ان احنا لما بيتم تحرير محضر بيتم اثبات بيانات مبلغ المحضر وكيفيه الاتصال بيه، لما بيتم العثور على السياره بيتم الاتصال بيه تليفونيا او من خلال الموبايل او بيتم مراجعته في محل اقامته اللي ثابت في المحضر. دي النقطه الاساسيه والهامه جدا، بنختر اداره المرور اللي فيها الترخيص عشان تختره ايضا. في حاليا في موقع بيتم انشاؤه من خلال إدارة الحاسب الآلي في الإدارة العامة للمرور، وهيبقى فيه هذه البيانات إن شاء الله بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وهي اللي عندها قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالسيارات المسروقة. إن شاء الله قريبا إن شاء الله سيظهر لحيز النور هذا الموقع المهم جدا. شكرا للعقيد أيمن الضبع، شكرا للإدارة العامة للمرور. مشاهدينا، الحالة المرورية يعني هادئة ومستقرة إلا من بعض يعني سواء قطع الطريق أو بعض الأمور البسيطة. نتمنى لكم يوما طيبا، وأعود إليك مرة أخرى في الأستوديو ضحى.